لو بنلاحظ هون إنه في عندي كذا صورة، والصور هاي جاية من زوايا مختلفة، وإضاءة حتى مختلفة، لكن كائن الشيتا هون هو نفسه. طب أنا فاهمة إنه هو كائن الشيتا نفسه، لكن كيف بدي أفهم الـ convolutional neural network هذا الشيء، إنه هي نفس الشيتا بغض النظر إنها جاية من زوايا مختلفة من إضاءات مختلفة؟ لهيك بتيجي ستيب اسمها ستيب البولينج لاير. طبعا هلا البولينج لاير هي بتيجي استكمالا على موضوع الفيتشر ماب. بعد ما احنا نعمل فيتشر ماب ونحصل عليها، بنجيب الماكس بولينج. الماكس بولينج بالعاده بيكون 2 ب2. هل هو ممكن يكون حاجه تانية غير 2 ب2 الاراي تبعته؟ اه ممكن تكون غير 2 ب2 كاراي، ولكن جرت العادة ان احنا نستخدم ماكس بولينج 2 ب2 الاري تبعها، ونمررها على 2 ب2 من على الفيتشر ماب كلهم. هلا شو اللي بيحصل هون في الماكس بولينج؟ اللي بيحصل انه لما نمرر المصفوفة 2 ب2 عليهم، بمر فيهم، بصير يمر على القيم وياخد اعلى قيمة فيهم، بما انه هو ماكس بولينج، نوع من انواع البولينج. تمام، يعني مر مثلا على اول اربعة هدول اللي هم 2 في 2 هون، لقى انه اعلى قيمة فيهم هو الواحد، فراح هو حط الواحد هون. مر على اللي بعديهم، لقى برضو اعلى قيمة هي الواحد، فراح حطهم هون. في آخر واحدة مر إنه لقى صفر صفر وما فيها التانيين، فبصرف النظر ما بنحتسبهم، فبنقول أعلى قيمة فيهم كانت الصفر بنحطها صفر. تمام، هاي بهاي الطريقة بيشتغل الماكس بولينج. هلأ من أهم الفوائد في البولينج هون إنه إحنا بنحذف المعلومات اللي بتسبب إلي حاجة اسمها أوفر فيتينج. الأوفر فيتينج هي مشكلة من المشاكل اللي بتواجهني في الماشين ليرنينج أو في الديب ليرنينج. الأوفر فيتينج بصير فيها الموديل يتعلم حاجات مش لازم يتعلمها، أو يحفظ معلومات ما بتفيد. بالتالي مشكلة الأوفر فيتينج هي بتخلي الموديل يركز على معلومات مش مهمة، معلومات بتضرني، ونفس الوقت كمان بيكون بيحفظ لهاي المعلومات حفظ. فأنا بدي أتجنب هاي المشكلة اللي هي مشكلة الأوفر فيتينج. تماما مثل ما إحنا البشر بنحذف كل شيء بتسبب في ضوضاء أو بيكون في ضوضاء، يعني مثلا إحنا لما نكون في محادثة أنا وزميلتي مثلا، وكان في ضوضاء كبيرة وأنا بحكي معها، بيكون عندي القدرة إنه الحمد لله إنه يعني من العقل البشري انه هو يميز صوتها من دون كل الضوضاء، ويتغاضى عن كل الضوضاء الموجودة في المكان، في حفلة مثلا او في مناسبة، فهو بيضل مركز في الصوت تبعها. هاي الطريقة اللي احنا بدنا نتعامل فيها برضو مع الصور، نخليه ما يركز على شغلات ممكن تأثر على اداء الموديل. فانا بدي يحفظ في مين؟ يحفظ المعلومات او يهتم او يركز في المعلومات اللي بتهمني في تمييز الصورة لما هو يجي يعمل دور الريكوجنايز. طبعا موضوع البولينج هو مش نوع واحد. طبعا الماكس بولينج هي مش نوع واحد، في كذا نوع. اذا رحنا مثلا على الموقع الرسمي لكيراز، كيراز هي عبارة عن فريم ورك بيوفر لي تولز كاملة للماثماتكس. فاللي بيحصل هون في كيراز انه هو بيوفر لي كذا نوع من الماكس بولينج. في عندي ماكس بولينج للوان دايمينشنال، وفي عندي طبعا هون في بتلاقي شرح شو الارجمنت اللي بطلبها، شو الانبوت شيب وشو الاوتبوت شيب اللي حتحصل عليه. في ماكس بولينج 2 دايمينشنال، في ماكس بولينج 3 دايمنشنال، في افريج بولينج 1 دايمنشنال و 2 دايمنشنال و 3 دايمنشنال، وفي كمان جلوبال ماكس بولينج 1 دايمنشنال، وفي كمان عندنا الجلوبال افريج بولينج 1 دايمنشنال، وجلوبال ماكس بولينج 2 دايمنشنال، وجلوبال افريج بولينج 2 دايمنشنال، وكمان جلوبال ماكس بولينج 3 دايمنشنال، وجلوبال افريج بولينج 3 دايمنشنال. هاي تقريبا مجموعة البولينج المتوفرة في من خلال لايبراري كيراز لايبراري، اللي بتتيح لي فرصة انه انا اطبقها على اللاير اللي بجهزها. طبعا الماكس بولينج هذا مثل ما اتفقنا بياخد argument وبياخد input chip و out chip. هلا اللي بيحصل انه الماكس بولينج هو كمان بيطبق بعد خطوة الكونفولوشنال لاير على طول، فبتم اضافتها على طول ورا الكونفولوشنال لاير، فبتكون البولينج لاير هي لاير او هي طبقة مصاحبة للكونفولوشنال لاير. يعني كل ما بدك تضيف كونفولوشنال لاير جديدة بتكون مصاحبة لها بولينج لاير جديدة، واللي هي مثل ما احنا شايفين بتعمل على انه تركز على المعلومات المهمة. فهو هذا الهدف اللي بيهمني من البولينج، انه احنا نركز على المعلومات اللي بتهمني، وما او نتجنب الضوضاء اللي بتحصل عندي.
فهو هذا الهدف الرئيسي للبولينج. في الستيب الجاي رح نشوف كيف نبلش نجهز هاي الخصائص اللي احنا ركزنا عليها لحتى نفوتها في النيورال نتورك.